بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج ترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها المستجدات بالنسبة للساحة الرياضية خلال الفترة القادمة. عندنا كمان مباراة مهمة جدا لمنتخبنا الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم أمام توجو يوم السبت القادم، جولة الثالثة، مباراة لا بديل عن الفوز والثلاث نقاط. لذلك النهاردة بنطرح سؤال محتاجين كل مشاهدينا الكرام في كل مكان يدخل ويشارك في الإجابة على هذا الاستطلاع، لأن احنا بنطرح موضوع شاغل الرأي العام بشكل كبير. في رأيكم شارة قيادة المنتخب هل ممكن تكون بالأقدمية ولا من اختيار أو رؤية المدير الفني للمنتخب الوطني؟ شاركوا معنا في الإجابة على هذا الاستطلاع وهذا السؤال على صفحات القناة على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وبالتأكيد إن شاء الله في الفقرة الأخيرة هنستعرض مع حضراتكم إجاباتكم على هذا الموضوع. لكن سريعا ندخل في أهم عناوين حلقة النهاردة من برنامج الترند. في ترند الأهلي، الفريق الأول راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا. كمان في ترند الأهلي، اتحاد الكرة يطلب حضور الجمهور في نهائي إفريقيا. وفي الترند المحلي، حفل تكريم لمحمد صلاح اليوم. طبعا خلال الساعات القادمة لا حديث يعلو على استعداد منتخبنا للتصفيات الإفريقية، مباراتين هامتين أمام توجو، مباراة يوم السبت القادم، ثم بعدها ب 72 ساعة مباراة الجولة الرابعة والإياب في العاصمة توجو لومي. بالتأكيد مباراة كبيرة جدا ولا بديل عن الست نقاط نظرا للترتيب، لأن منتخبنا الوطني في المركز الثالث بنقطتين وجزر القمر متصدر المجموعة بأربع نقاط. لكن اليوم في حوالي ست مباريات في ضربة البداية في التصفيات الإفريقية بعد توقف دام ما يقرب من حوالي سنة ميلادية. أولا في خمس مباريات هيتلعبوا في نفس التوقيت الساعة 6 بتوقيت القاهرة. أول لقاء موريتانيا في مواجهة مع بروندي، كينيا مع جزر القمر، وهذه المباراة بالتأكيد بتهمنا لأنها في نفس مجموعة منتخب بمصر. أيضا الساعة 6 السنغال مع غينيا بيساو، غينيا هتلعب مع تشاد أيضا الساعة 6، والرأس الأخضر مع رواندا، وفي الختام ليبيا وغينيا الاستوائية الساعة 9. وهذه المباراة بالمناسبة بتتلعب هنا في القاهرة على استاد ملعب الأهلي والسلام. طبعا ليبيا اختارت أنها تلعب في القاهرة، وبالتأكيد مباراتها الفترة الجاية كلها في التصفيات الإفريقية هتكون في القاهرة، واختارت ملعب الأهلي والسلام، مباراة بالتأكيد مهمة جدا للأشقاء الليبيين. لكن تفاصيل أكتر في حلقة النهاردة. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند الترند.